أهلا بكم في الفقرة التحليلية، واليوم أسعد جدا في أول إطلالة له عبر برنامج مانشيتات عميد الصحافة السودانية والحائز على جائزة القلم الذهبي من أرفع الجوائز الصحفية في العالم ورئيس مجلس إدارة الأيام رئيس تحريرها أيضا الأستاذ محجوب محمد صالح. أهلا وسهلا بك مانشيتات. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. سعيد جدا بأن يكون هذا أول حوار لك وأنا أكثر سعادة السودانية. أهلا وسهلا بك. أبدأ معك هذه الجولة بصحيفة الجريدة ومنها نقرأ اجتماع مرتقب لإمبيكي مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول السلام بالسودان. كشفت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى عن زيارة الوسيط الإفريقي رئيس الآلية ثابو إمبيكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القادمة من أجل الاجتماع بالإدارة الأمريكية الجديدة وتنويرها بجهوده في العملية السلمية بين الأطراف السودانية. وقال مصدر الرفيع بالآلية فضل حسب اسمه للجريدة أمس أن الوسيط الإفريقي ثابو إمبيكي سيجري اجتماعات ونقاشات خلال الأيام القادمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب من أجل إفادتها بالتطورات السياسية وجهود إحلال السلام بين الفرقاء السودانيين. أستاذ محجوب، ما هي أبرز توقعاتك للقاء الإدارة الآلية الأفريقية مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ طبيعي أن يسعى الوسيط الإفريقي للالتقاء بالإدارة الأمريكية الجديدة لأنه هي كانت عنصر أساسي من عناصر كتابة خريطة الطريق الأخيرة، وقد تعثرت الخريطة بعد أول اجتماع في أغسطس الماضي، وهنالك محاولات لإعادة فتح هذا الملف، وما زالت المعارضة تطالب بالعودة لخريطة الطريق وتنفيذ مستحقاتها، وما زال أمبيكي يحاول الوصول إلى اتفاق بين الجانب الحكومي والجانب المعارض، لكن خطواته متعثرة في هذا الإطار. وانتهى العهد بتاع أوباما وجاء عهد جديد، فلكي يضمن أنه بلقى مساندة من الولايات المتحدة ولكي يستثمر الاتفاق الأخير تم بين الحكومة الأمريكية والحكومة السودانية، أعتقد أنه رأى ده الوقت المناسب أنه يجري في هذه المحادثات مع الإدارة الأمريكية. اعتقادي أنه قد يلقى صعوبة في هذا، لأنه في الأيام الأولى من حكمه سيواجه ترامب تحديات كبيرة وعاجلة يمكن ما تضع الملف السوداني في أولوياته، لكن سننتظر لنرى كيف تسير محادثاته في واشنطن. طيب، الإدارة الجديدة إدارة ترامب، هل سيكون السودان حاضرا في أجندة هذه الإدارة برأيك؟ من الطريقة التي دفعت بها بأجندتها عبر مرحلة الانتخابات يبدو أن السودان حيكون في مؤخرة الأجندة، ما في بدايتها، لأن هي أو ترامب طرح قضايا خلافية كبيرة جدا في سياسته الخارجية والداخلية وحيضطر يركز عليها، ومن الآن بدأ يواجه تحديات. وامبارح شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن أكبر مظاهرة تواجه رئيس أمريكي بعد انتخابه مباشرة، وكانت بدعوة من المنظمات النسائية لكنها توسعت وشملت الرجال والنساء والشباب، وتقدر بأكثر من 200 ألف شخص. واعتبر ده تحدي كبير أنه بدأ النظام الجديد وهو يواجه معارضة شرسة، ولذلك حيضطر يدخل في حوار داخلي يشغله عن كثير من القضايا الخارجية. طيب، يعني هل تؤثر مثل هذه التظاهرات والاحتجاجات التي جرت في المدن الأمريكية وعدة مدن من العالم، هل تؤثر يعني في السياسة الداخلية لترامب؟ هل يتراجع عن بعض المواقف المعلنة؟ لا، هي لن تؤثر بمعنى أنه تغير السياسة فورا، لكن هو حيضطر يراجع مواقفه لأنه اتخذ مواقف كثيرة خارج نطاق المتعارف عليه في المؤسسية السياسية الأمريكية، سواء في السياسة الخارجية أو في السياسة الداخلية، ولذلك حيضطر يعمل توازنات ويعمل تنازلات ويعمل يواجه تحديات
ويدخل في قدر من الحوار، يشغلوا على الأقل في 100 يوم الأولى اللي دائما يعتبر السؤال الأكبر في أمريكا، ماذا حقق الرئيس الجديد في 100 يوم الأولى؟ وده حيكون يشغلوا عن حاجات زي السودان أو كده. طيب في ظل التطورات الجديدة بعد تخفيف العقوبات الأمريكية، هل تعتقد أن الجولات التفاوض القادمة بين الحكومة وقطاع الشمال هل ستكون حاسمة؟ بين الحكومة وقطاع الشمال. بين الجنوب وقطاع الشمال. الخلاف دلوقتي يمكن دارفور بقت أسهل من قطاع الشمال، ولكن قطاع الشمال ما زال عنده خلاف مع الحكومة فيما يخص وصول الإغاثة لمناطقها. وحتى الأمريكان تقدموا بحل وسط ما قبلته الحركة الشعبية شمال. وفي نفس الوقت المجهود الأمريكي في الضغط عليها متواصل، لكن الإدارة الأمريكية القديمة راحت. فماذا سيفعل ترامب معها؟ ده هذا هو السؤال الذي ينتظر الإجابة. وهي حتحاول تشرح للنظام الجديد لماذا رفضت الحل اللي قدمته إدارة أوباما. إذا تعاطف معها قد يدخل في حوار مع حكومة السودان لتصل معها إلى حل في الوسط، وإذا لم يتعاطف مع الطرح حركة الشمال حتجد نفسها مضطرة تستغنى عن الكرت الأمريكي.